اهتمام غير مسبوق توليه الدولة للقطاع الطبي في سبيل تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلاله للمواطن المصري، بتوجيهات من القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء المراكز والصروح الطبية المختلفة التي حازت على شهرة محلية وإقليمية، وعلى رأسها مركز جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة المنصورة. شرح جديد من الصروح الطبية التي تقف شاهدة على اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية في مصر بشكل غير مسبوق. إنه مركز جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة الذي يخدم نحو 25 مليون مواطن. هذا المركز يخدم نصف منطقة الدلتا قاطبة. المركز بيخدم حوالي 25 مليون مواطن من جميع أنحاء مصر بكل جوانبهم وما يحتاجونه من جراحات في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية. كل الجراحات المتطورة، جميع الإمكانيات متاحة في هذا المركز لأعلى مستوى من التقنيات العالمية، خبرة من جميع العاملين والمتدربين في المركز، طافوا كل بقاع الدنيا ليحصلوا على الخبرات التي تضيف لهذا الكيان في جامعة المنصورة. المركز فيه 14 غرفة عمليات جاهزة بكل أحدث التكنولوجيا من أساطر تداخلية، من الأسطرة الهجين، جراحات القلب المفتوح، في منظومة لزراعة الرئة قادمة في هذا المركز، قدرة استيعابية للعنايات المركزة بقدرة 33 سرير، 85 سراير داخلي للمرضى. الحقيقة بنقول إن احنا يوميا، احنا في خلال الفترة اللي فاتت استقبلنا ما يقرب من 5000 مريض على مدى الأيام السابقة. يعتبر المركز أول مركز متخصص في الجراحات المتقدمة، ويشتمل على تخصصات جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية معا في مصر والشرق الأوسط، وتم افتتاحه تجريبيا عام 2020، وبدأ باستقبال المرضى في العيادات الخارجية إلى أن تم افتتاحه رسميا. يهدف المركز للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وذلك على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 400 مليون جنيه. هذا ويساهم المركز في تطوير الأبحاث العلمية والدراسات العليا في تخصصات جراحة القلب والأوعية، كما أنه يتيح فرصة لتدريب الأطباء، ومع مرور الوقت سيكون المركز سببا في الترويج للسياحة العلاجية في مصر.